تعالوا مع بعض نعمل البطاطس السوفليه بتاعتنا، نشوف نعملها مع بعض ازاي. طاس على النار، البطاطس لغايه لما اتسلقت بالقشره بتاعتها وقشرناها، ده فاهمينه. ليه الشيف المغازي دايما بيسلق البطاطس بالقشره بتاعتها؟ ما بيقشرهاش زينا كده ويقطعها مكعبات ويسلقها. دي مدرسه خاطئه، مدرسه غلط. مش غلط ان هي تودينا يعني تبقى مشكله فيها، لا، مدرسه غلط في ايه؟ بنفقد كربوهيدرات ونشويات من البطاطس احنا محتاجين لها لما اسلق البطاطس وهي متقشره. ما اجيب البطاطس اغسلها كويس بالليفه بتاعه الخضار، وبعد ما تتغسل بحطها في ميه مع شويه ملح صغيرين واسلقها. بعد ما بتتسلق بتلاقي القشره لوحدها طلعت زي الشربات، زي الشعره من العجين، اسيبها تبرد واشيل القشره، يبقى الكربوهيدرات والنشويات موجودين جوه البطاطس زي دي كده اهي. اتسلقت عشان نكسب وقتنا ومعانا بالشكل ده كده. شفت ازاي البطاطا اهي؟ بسم الله ما شاء الله اهي. تقدر تعملها كفته، تقدر تعملها كروكيت اهي. اهي الله اهي، زي البطاطس البوريه بتتقدم مع المشويات، فراخ مشويه، لحمه مشويه، سمك مشوي اهي. عايزه حليب وعايزه زبده تبقى زي الكريمه اهي. حلو الكلام. طب انا هيئها ازاي واحنا مع بعض كده؟ تعالي معايا شوف انا هعمل ايه. طاسه شديده الحراره على النار، حلوه، بحط فيها معلقتين زيت مش زبده، ركزي معايا بقى المره دي، معلقتين ايه يا عم الشيف؟ زيت. اه، واحط على الزيت ده شويه كرفس الطعم. اه اللهم صل على النبي. اه حلو قوي. فصين ثوم على الكرفس، حلو قوي. اه، ونقلب التومه مع الكرفس. الله على الريحه الحلوه. اه، مش كزبره خضراء، كرفس. اه اه، انا مش بعمل طشه باميه هنا ولا ملوخيه. اه، تومه وكرفس ومعلقتين زيت. فين الماده الدهنيه هنا؟ مش موجوده، لسه ما خلصتش انا. وقليل من الماء المغلي، ممكن نحط حليب بس انا عايز اهرب من الدسامه، ما انا قلت لك ايد الكنترول. اه، شويه ميه مغليين بس خلاص، واسيب الميه دي تغلي قدام عينيا، واخد البطاطس دي اسقطها في قلب الخلطه دي بعد ما هياها بشويه ملح وشويه فلفل اسود، مش هحط بهارات تانيه عشان ما تغيرليش لون البطاطس، واخد البطاطس بالشكل ده كده. بص على الحلاوه بالله عليك، ريحه الكرفس حكايه. الكرفس ده انا مديله الشخصيه اللي هو ملك الشوربه، ملك السي فود. سي فود من غير كرفس يتيم، شوربه من غير كرفس يتيمه. هننزل بالبطاطس دي كده اهي. ايه يا شيف ده؟ ده هتبقى ايه؟ هتبقى صلصه. اصبر على رزقك يا راجل يا طيب. اه، هو سقطها كلها كده، وهضربها دلوقتي بالمضرب ونتفرج عليها. دي بطاطس اتسلقت بالقشره. حلو، المقادير على الشاشه. بطاطس سوفليه على طريقه الشيف المغازي. المطبخ رؤيه، فن ابداع. اه، خدها كده. اه، الله. اه، حطيتش حليب؟ لا. حطيتش زبده؟ لا. البطاطس هنا هتخس حاجه؟ بالعكس، هستطعم البطاطس. انما بحط حليب وزبده بستطعم الكريمه اللباني. اه، شفت البطاطس خدت لون ازاي وخدت شكل ازاي؟ هو ده. نعم يا غالي، بيقول لي حطيت ميه ليه يا شيف؟ عشان تشوف اللي انت شايفه دلوقتي. ما انا لو مش حاطط ميه هتلاقينا انا والحله بره الاستوديو مش قادرين ايه نحركها. خلي بالك زي العصيده كده، مخرجنا بيعرف، عايز يعرف التفاصيل. اهي بس خلاص، هنخليها على جنب كده لغايه لما نكمل بقيه الحدوته. ما دي حدوته، خلي بالكم لها نهايه. اه، معانا بياض بيض، معانا جبنه اختيارك ليها حسب الرغبه، ممكن تكون جبنه رومي، آه جبنه موزاريلا، حسب نوع جبنه شيدر اللي انت عايزه اللي انت حباها. دي موجوده معانا، ومعانا بياض بيض. هناخد بياض البيض، احنا اختصرنا للوقت فاصلينه عن السفر، بنحطه هنا كده في حاله عمل السوفليه. سوفليه شوكولا، سوفليه فانيليا، سوفليه فراوله، سوفليه بصل، سوفليه كوسه. الفرنسيين بيحبوا كل انواع الخضار وانواع الفواكه السوفليهات. استخدامنا في الاساسي فيه بياض بيض، زي ما احنا شغالين مع بعض كده، بياض بيض هو ده اساس السوفليه. حلو، نبدا ان احنا نخفقه كده سريعا. اه، في اتجاه واحد
لغايه لما يديني الايه القوام بتاعه. اه ممكن توفرها على نفسك وتجيب مضرب اختياري، انا ما بحبش الحاجات دي، احب استمتع كده بالمتعه اللي انا شغال بيها دلوقتي. اه اه طلع معايا بعون الله يطلع. اه واثق الخطوه يمشي ملك. ما تجيب مضرب واعملها يا عم الشيف، انا مش عايز بس اكلفك يا امي. اه قلت لي كان نفسي اكل الاكله دي بس ما عنديش مضرب، وقلت لجوزي كم مره جيب مضرب مش عايز يجيب. اه حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد بياض البيض ده مش هنقرب منه، معانا البطاطس الحلوه بردت شويه، معانا الجبنه، ومعانا المغرفه الحلوه دي، معانا المضرب بتاعنا، وهننزل ببياض البيض ده كده. اه شفت الحلاوه دي كده؟ اه حلو. اه ونقلبه مع البطاطس، ممكن كمان نقلبه بإسباتيولا مش لازم مضرب. حلو الكلام. او نقلبه بالمعلقه دي سريعا. اهو قلبه والتانية كده كأنك بتعملي الكيكة الاسفنجية أو الاسبونش كيك. أهو شفت الحلاوة دي كده؟ أهو أو السوسرول. طب قول لنا مقاديرهم يا عم الشيف. بياض 7 بيضات، كوباية من الدقيق، شوية فانيليا، رشة ملح، تخفقي بياض البيض مع نص كوب من الزيت، وتقلبي المواد الجافة مع المواد السائلة من غير بيكنج باودر، لأن بياض البيض هنا بيقوم بدور البيكنج باودر. اه وننزل بالمقادير دي كلها. اهو شفت الحلاوة دي كده؟ القلب ده بهديه لكل السادة المشاهدين. اهو السوفليه. السوفليه دايما معروف عنه بيتقدم في الفخار أو في إزاز قبل اللي دخوله للفرن. اه حلو. نوع الجبنه اللي انت حباها هنا مفيش مشكله، اختياري. عايزاها من غير جبنه اهلا وسهلا، بس اضافه الجبنه هنا كمحتوى غذائي بروتين حيواني. اه سواء جبنه موزاريلا، سواء جبنه شيدر، سواء اي نوع جبنه. اهو زي ما هو كده هندخلها الفرن يا عم الشيف مع رشه جبنه حلوه، هتاكل صوابعك وراها. ولكن التركايه ايه بقى؟ ايه اللي الشيف المغازى عمله محدش عمله؟ لما حطيت طاسه على النار او حل على النار وحطيت فيها شوية توم مع الكرفس وحمصتهم كويس، ونزلت بالايه؟ بالمية المغلية، وبعد كده نزلت بالبطاطس. احط شوية الجبنة الحلوين دول. طبعا عندي في الفرن فراخ، ما ينفعش اجمع ما بين الاتنين في قلب الفرن. هنطلع الفراخ وندخل البطاطس السوفليه دي بعد ما خرجنا ما يدلعها كده ويغزلها. تعالي يا ست الكل، اهلا وسهلا. الفراخ بتاعتنا جاهزة، حطها هنا. قلب بهديل كل السادة المشاهدين اللي بيحبوا الشيف المغازي اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، في محتوى غذائي من كل حاجة انت حباها. بروتين موجود، كربوهيدرات موجود، نشويات موجودة، فليفر وطعم موجود، سوفليه. تسلم ايدك يا مغازي. اهو ألف هنا وشفا للي ياكل. دلعولي بالله عليك وغازل القلب ده. اه حلو، ولا محتاج اي حاجه، محتاج تضرب السكينه فيه والمعلقه وبالف هنا وشفا. هو سخن على فكره، ممكن يتاكل معاه حاجه حلوه قوي، تاكل معاه كاتشب لو انت حابه، مايونيز. لا يعني احنا بنتكلم بقى وخرجنا بره الموضوع، كاتشب او مايونيز فكر طهوي بيكلف حاجات كتيره قوي، بيكلف الخبره. عملنا طاجن الفراخ بالشوفان صحي، عملنا بطاطس سوفليه بفكر علمي فرنساوي ولكن بخفه دم مصريه، عملنا سلطه بصراحه انا هتصور معاها سيلفي. رؤيه فن ابداع، نشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.
We'll be right back.